الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمهم جدا لطلبة الاقتصاد القياسي والرياضيات، يعني الاقتصاد الرياضي والسلاسل الزمنية، هذا المقطع المهم جدا على كيفية استخدام ما يسمى ب أمر السولفر. سولفر هنا عفوا داتا، هنا هذا السولفر، هذا سولفر واحد من أهم البرامج التي يمكن أن يحتاج إليها طلبة الاقتصاد القياسي، خاصة في معرفة كيفية الآن حساب مع علامات نموذج مثل هذا النموذج غير الخطي. هذا النموذج نون لينير، y i تساوي a plus b على x زائد c. طبعا هون نسيت أن أضع هنا بعد إذنكم، دعني أضع الآن هنا حتى يكون واضحة، هذه الأكس إذا حذفناها حطينا هنا أك، هنا في، وهنا آي، فبكون عندي طبعا هنا واي آي تساوي A زائد B على أكس آي، حيث أكس آي متغير وواي آي متغير، وهذه عبارة عن ثوابت. هذه البيانات موجودة هنا، كيف يمكن لي أن أقدر معلومات هذا النموذج؟ لا نستطيع أن نجعله بنموذج خطي أو تولينيرايزد. فهناك النموذج السولفر أو الأمر السولفر على الإكسل، برنامج الإكسل من أهم هذه الأوامر أو البرامج التي يمكن أن تساعد طلبة الاقتصاد القياسي. المعلومات أو البيانات المتوافر لدينا هي هذه البيانات، عبارة عن المتغير اكس اي قيمه 2.13.0.2 5.3 3 10 3% 3 10 عفوا 3% 6.5% 7.1% 8.3% 9 و10.1% مقابل واي اي 5.9 4.4 4.1%، حتى ننتهي الى 2.8. الان انا اخترت هنا قيم هذه عشوائيه لكن ليست اعتباطية 100%، سأبدأ منها اللي هي نسميها initial value أو القيم الابتدائية التي أنطلق منها، ثم نستخدم برنامج السولفر أو أمر السولفر. هنا الآن سأستخدم هذه القيم التنبؤ، بمعنى آخر يعني أريد أن أضع معادلة هنا، هذه تساوي بدل A هذه سأضع هذه 2 وأثبتها بصفة مرجعية، أضغط على F4 حتى تصبح المرجعية مطلقة الآن، زائد تساوي عفوا زائد هنا لاحظوا لي A زائد، إذن زائد B هذه كذلك الأمر B وأثبتها بالF4 حتى تصبح مرجعية، هذه بدورها مقسمة على ماذا؟ على XI المتغير هذا ومضاف إله C هذا اللي هو فاصلة اللي هي نصف تقريبا هنا، وطبعا بثبتها وأغلق القوس، وبعد ما الآن ما أنتهي من كل هذه الإدخالات أضغط إنتر، فبطلع عند القيم المتنبأ بها هنا، يعني هذه القيم المتنبأ بها وهذه القيم الفعلية لواي. الآن إذا ضغطت على المربع الصغير هذا هنا، إذا إجت إشارة الزائد ضغطت مرتين بعطيني قيمة التنبؤات. لاحظوا الآن هذه القيم الفعلية، هذه قيمة التنبؤات، هنا قيمة المغير. لو أني بدي أرسمها حتى نبين بالضبط، هنا insert واختار هذا، لاحظوا لي هذه القيم الفعلية لواي اي 5.9 4.4 بالعشرة وهكذا، لكن التقدير بعيد كثير، تقريبا نسبيا بعيد نسبيا عن القيم الفعلية. فما الذي يمكن لي ان اقوم به حتى الان يعني اجعل الأخطاء أقل ما يمكن؟ الآن آتي هنا على هذه الخانة، هم بسميها هنا الخطأ، مربع الخطأ، أو بسموها square error، نقطة error. أوكي، هذه الآن طبعا موضوعة بالنصف هنا وكلها هنا بالمنتصف حتى يكون مبين. فالآن هذه الايرور شو هي؟ عبارة عن الفرق، طبعا بدي أخليه مربع هنا عفوا، سكوير ايرور تذكر المربع هنا، هذه تساوي بفتح قوس هذه القيمة
مطروح منها هذه القيمة، أغلق القوس، أرفع القوة تربيع تربيع وأضغط، فبطلع عندي مربع الخطأ هنا. إذا ضغطت على المربع الصغير هذا مرتين بطلع عندي مجموع المربعات، إذا مجموع المربعات هو 21، مجموع المربعات هاي مجموع مربعات الأخطاء، مربع الخطأ يساوي 21. كيف يمكن لي بواسطة المربعات الصغيرة اليدية أو ordinary square كيف لي أن أقلل هذا إلى أقل قدر ممكن؟ نستخدم ما يسمى بالسولفر. إلى أن أذهب إلى داتا وأذهب إلى السولفر هنا، أعطاني السولفر هنا، السولفر هنا لاحظوا لي بسألني عدة أسئلة هنا، set objective ماذا؟ maximize ولا minimize ولا value معين؟ فأنا بدي minimize، هذه المينيمايز أي ماذا أريد أن أقلل؟ أريد أن أقلل هذه القيمة، لاحظة أتت هنا بعد ما ضغطت الآن هنا هنا، لأن كان على سبيل المثال ها محيتها بما أنه الكرسر هنا، فأضغط على هذه فالآن تعطيني هنا minimize. طيب بماذا يجب علي الآن أن أغير المعلومات؟ هذه المعلومات التي أريد أن أتحكم بها كي تعطيني أقل خطأ ممكن. بعد ما الآن وضعت هذه الخانات أوكي، اللي هي الخانة هنا A14 B14 C14 وهنا Make N Constraint، ممكن تطلع عندي قيم سالبة، ممكن تكون C سالبة A سالبة لا أعلم الآن، بما أنه هذا مش يعني مضغوط عليه، يعني لو وضعت هكذا بطلع عندي N Constraint، الآن لا أريد N Constraint 100%. بعد ما أنتهي من وضع كل هالأشياء أضغط على Solve سيعطيني القيم النهائية. لماذا؟ لـ A ولـ B ولـ C من هنا. هاي الآن نعم أعطاني إياها. لاحظوا لي الآن ما الذي سيجري بعد ما أضغط أوكي، لاحظوا لي الآن كيف انطبقت القيم الفعلية مع القيم تقريبا يعني مع القيم المتنبأ بها. لاحظوا لي كيف هنا والمنحنيين انطبقوا على بعضهم البعض، هذا أقل خطأ ممكن، مربع خطأ ممكن، هذا هو أقل خطأ ممكن. وبالتالي القيم الآن إيه هي عبارة عن 2.5، لاحظوا هذه المعادلة المقدرة، ممكن نغير هذا أخليها 2.18 من هنا، يعني أنا بنقول من هذه الخانة هنا، هذه 2.18، خلينا نقول أقرب خانة 5.9 أوكي. البي عبارة عن 6.79 5 بكفينا هنا صفر، وهنا ستبقى هي. أما سي طلعت عندي إشارة سالبة، إذا بتلاحظوا إشارة سالبة اللي هي سالب 0.2244، خلينا نقول 1 قربناها. فهذه الآن هي الصيغة المقدرة للقيمة الأولانية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبتي الطلبة جميعا حيثما كنتم. تذكروا أنه هذا بواسطة أمر السولفر هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى مقطع قريب بإذن الله تعالى.